هشام عبور صحافي حر، هشام عبور صحافي حر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي الفلاوين، مرحبا بكم في قناة هشام عبود الصحفي الحر، كما ددها الجزائريون في الشوارع الجزائرية رغم أنف العصابة وإسلامها. طبعا مرحبا بكم، مواضيع كثيرة، خطاب تبون، آراء سخرية والنكت، طبعا كلون يجي يدير سبيكتاكل قريب ساعة ونص، صاحبي يدك وضحك واكل واحد اللي يوجع قلبه يشوف حالة الجزائر ما بكي ما ضحكتش، ولكن آسف هذا واش عطانا ربي، يلزم نتخلصوا منه، يلزم نتخلصوا منه. الموضوع الرئيسي هو عودة إلى زيارة ولاية تيزي وزو من طرف تبون والتي ألغيت، ولكن يقولنا الآن تأجلت إلى 12 جونفي، نتكلموا عليها بالتفصيل، ونتكلموا نعود كذلك إلى خطاب عبد المجيد تبون. وطبعا فيه بعض الملاحظات والأسئلة تاع الإخوان اللي يتابعوا، راح نرد عليها. و عن الموضوع كذلك أن فرنسا رفضت ترد البرنوس الأمير عبد القادر والسيف ديالو. قبل ما ندخل في التفاصيل، نحيو المشاهدين والإخوان اللي راهم يتابعوا فينا على المباشر. دبخنا مصطفى مدهوش لهذا وين بدخل، ندير من راحي وسعيد بني بياش، إبراهيم خرف الله، جمال مغنيش، بوصديق مخلوف، هارون تزاد، درك راني نعدي ديال باسكو لي سما راهم مشي وزيد، إسماعيل بالعباس، أحسن محمود، يو يا نادي خويا واش هذا بينك بينك ما فهمنا فيها ترن، يرحم بابا شوف حاجة أخرى تكون واضحة. سليمان شاوش حسين طالبي، بون فيت أ تو الموند، ومازال بالعقل خويا حسين، لي فيت دو فان داني مازالو. حسين طالبي مرحبا بك، السلام عليكم، وابي 56 ا وربي معك تزادا. مصدق سيمو فريدة وناس دس غيني بيساو راهي معانا ديما خوتنا، يدير يحيى مولود الزفلاك، غوستاف فرينغ من قسنطينة مساء الخير، سمير الحمزي من رويسو، وهشام بن من كندا، محمد بومدين من المغرب، أنا شاطون من باريس، أنورات أوكين لايف، نعم. الوافي من المغرب ضمن دار البيضاء، حسن فريمان من مكناس، وخونا محمد حردان حمدان من درع بخدا، بشير من فلوطي ومدين كات، ورضا بن المدينة ومختار مهدي ومحمد نجدي ومصطفى الحماني ويرا رزق طاير ما شفناش بارك شراب جاز في هذا. المهم واحمد عزت مرحبا بك، مصطفى يعني ما شفناش ان شاء الله لاباس، على الاقل بعث لنا ايميل خويا مصطفى، اذا ما قدرتش تشوف اذا درك ترتاح بعث لنا ان ايميل وقلنا بلي راش لاباس. باش نبداو ب الأسئلة والملاحظات تاع إخواننا المتابعين، وهذا بعد الجينجل طبعا كما العادة.
الجينجل فيها فيها.